السلام عليكم وحياكم الله. اليوم بعلوة الرشيد. شلونك حبيبي؟ شلونك قلبي؟ شلون صبارك؟ ان شاء الله زين. شلونك؟ ما سولف لنا سالفه المخضر اليوم شنو؟ اليوم دياله ساديها من كل المنافذ، الحسينيه ساديها، سلطه الشعب والحسينيه ساديها. على كل سياره يدون مليون ومليون ونص قاموا يطلبون. لا والله خاوات، والله ياخذون من عند الدوله. اي دوله تاخذ من عندنا خاوات؟ شلون؟ ياخذون عندكم تصريح؟ اي حجي ماكو تصريح، ماكو تصريح. ماكو هسه كيلو الطماطم صعد، هسه صار ب 1000 ونص، وبعد شوي يصير ب 2000، وبعد يعني بالاسعد، والبصل صعد، والنو محامض، البرتقال والبرتقال والفواكه والدنيا، بس الباقي اللي رخيصه بالعلوه بس. والخس هاش حكي؟ هسه الطماطه بيش؟ اي طماطه بيش هسه؟ هسه اليوم صارت ب 1000 ونص. ب 1000 ونص؟ اي هاي ب 1000 ونص هنا بالعلوه. اي بالعلوه قطعه عموله يصير ب 2000. ب 2000. البصل بيش اليوم؟ البصل اليوم ساعه صاير ب 1000 ونص، ب 1000 وربع. هاش حكي؟ الليمون؟ الليمون يوم صعد بثلاثة، باثنين ونص. الليمون ترى مو العراقي، المستورد. ما مين عراقي؟ معناته انه شجرتين عندنا بالعراق، شجرتين عندنا بالعراق. شو الغدة 35 مليون عندنا؟ زين هسه شو الغديهم؟ هو مناعه ود الليمون هسه. المستورد هسه يدخل لنا لو ما يدخل؟ قاعد يدخل بس السيطرات ما تخلي. يدخل المستورد؟ يدخل بس السيطرات ما تخلي، منافذ الحدودية قاعد تخلي، خلف الله على كردستان قاعد يخلون. لا والله والله العظيم، ويحجون عليهم بس خلف الله عليهم هسه فاتحين المنافذ مالتهم. لو مو كردستان اللي يشتري كيلو الطماطه ب 10000. هم العراقيين ايش عندهم؟ بس اهل الزبير عندهم ويلزمون ولي كل يومين. بس الصندوق قاموا يبيعوه ب 17000. يتحكم بالسوق منو؟ الفلاح؟ لا لا منو؟ لا لا يتحكم السيطره، تتحكم به والمنافذ. عجيب. اي بس المنافذ والهاي كلها تتحكم بالسوق. المنافذ العدويه كلها تتحكم بها، يعني السيطرات والمنافذ الحدوديه.